ورد في سورة الكافرون قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين، فما تفسير ذلك؟ أحسنت يا عبد الرحمن، هذه آية تمس أصول العقيدة لدى كل مسلم. من يذكر لنا تفسيرها؟ تفضل يا خالد. سورة الكافرون سورة مكية، آياتها 6، وهي من قصار المفصل. أما معنى قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين، فهو إقرار لما عليه المشركون من كفر بالله تعالى. لقد أصبت وأخطأت يا خالد، فمن يحدد لنا موضع الخطأ؟ أخطأ خالد في مسألة الإقرار، إذ لا يمكن أن تكون هذه الآية إقراراً وموافقة لحال المشركين على كفرهم، بل هي من باب استدل الإمام الشافعي وغيره من خلاله على أن الكفر كله ملة واحدة، لأن الأديان ما عدا الإسلام كلها كالشيء الواحد في البطلان. أحسنت يا عبد الله، والأصل في الدعوة الدعوة إلى العقيدة الصحيحة وإفراد الله بالعبادة، وليس الإقرار لحال المشركين. فلو أقر الله تعالى المشركين على كفرهم لجلس النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وتركهم وشأنهم. نعم، لقد فهمت المقصود جيدا، ولكن نريد الإيضاح أكثر يا شيخنا. هل تريد إكمال الشرح يا عبد الله؟ لا يفتى ومالك في المدينة، نحن من بعدك يا شيخنا، وكلنا ننهل من علمك. جزاكم الله خيرا، اعلموا أن للتوحيد منهجا وللشرك منهجا آخر، وهما مختلفان أشد الاختلاف. فالتوحيد منهج يتجه بالإنسان إلى الله وحده لا شريك له، أما منهج الشرك فيبتعد كل البعد عن توحيد الله تبارك وتعالى، وشتان ما بين المنهجين، فهذا سبيل وذاك سبيل آخر، ولا يمكن لهما أن يلتقيا بحال من الأحوال. وهذا هو المعنى الذي تقره سورة الكافرون، وتؤكد عليه اتجاه كل المذاهب المخالفة لمنهج التوحيد. وكذا قوله تعالى فيها: لكم دينكم ولي دين، وقوله سبحانه: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم برئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. نفعنا الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح لديننا وأمتنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.